السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم دراري في فيديو جديد. أتمنى الدراري تكونوا كاملين على خير وبخير ورمضان مبارك سعيد. وين في هذا الفيديو إن شاء الله نوريكم طريقة يعني نسخ الرابط حسابك على الفيسبوك. بالنسبة للمبتدئين اللي ما كيعرفوش طريقة نسخ الرابط ديال الحساب ديالهم في الفيسبوك، طريقة بسيطة جدا. مهم كنمشيو ديريك الدراري كندخلوا الفيسبوك لايت، كنمشيو لها ثلاثة الشريطات هنا الفوق في الأعلى، بعد كندخلو الحساب، كنجيو لها الثلاث نقاط هنايا حدا البروفايل، كنضغطو عليهم، من بعد كتجيو لتحت الأسفل هنا كضغط على نسخ الرابط إلى الحافظة، كضغطو عليه بهذا الشكل هذا. من بعد الدراري يعني يمشيو للواتساب مثلا، غنضغطو هنايا كيف ما كتشوفوا هذا هو الرابط تنسخ معنا الدراري. كيف كتشوفوا الرابط ديال الحساب ديالنا، فاش كتضغط عليه كيدخلك ديريكت للصفحة اللي عندك في الفيسبوك. كما كتشوفوا دخل عندنا الصفحة ديريكت. يعني بالنسبة الى بغيت تصيفط الرابط ديالك لشي شخص ولا لشي صديق، هذه هي الطريقة الدراري. تدخل كيف قلت لكم، كتجيو لنا البروفايل، كتجيو لنا ثلاثة النقاط، وكتجيو لنا نسخ الرابط الى الحافظة. هذه هي طريقة الدراري لنسخ يعني لنسخ الرابط لحسابك على الفيسبوك، طريقة بسيطة. اللي عجبو الشرح ما يسالنا بواحد اللايك وشي تعليق محفز لنا، واللي مازال دار اشتراك يشترك معنا الدراري. ان شاء الله في راسكم.